العفو ماذا يظن في الناس؟ شخص مثلا أوذي وظلم وتسلط عليه وتمكن من أن ينتقم من هذا الذي آذاه وتسلط عليه ويستطيع أن ينتقم منه وتركه لأجل الله عفى عنه، الناس ماذا يظنون في مثل هذه الحال؟ ماذا يظنون في التنوير للحاجة اللي حصلت؟ التنوير بالحاجة اللي حتحصل عشان يوفر دعم له، لأنه حيجيهم بل الجنجويد ديل مش حيصرخوا ساي، قسما بالله العظيم الجنجويد ديل حيصرخوا صرخي، حيقول لك بادونا. واتذكر الكلام ده، اسمع الكلام ده كويس وسجل في يدك، لو قدامك نوت سجله وسجل التاريخ. الجنجويد ديل جايون ايام القحاط ده حيصرخ قبل الجنجويد، القحاطة ديل حيموت وموت حيصرخ وصرخي، الجنجويد ديل حيصرخ وعزة ده يوسف حيطالب الأمم المتحدة والقحاطة حيطالب العالم وشفته وتمثيليات، لأنه جايون حاجة ما طبيعية، الجايون شفت شيء ما شافوه قسما بالله العظيم، الجايون حاجة ما شافوها. ما تكذب وقول لك والله العظيم برهان ماشي جدة ولا ما أنسى، لا تشتغل بالتفاهة والهيافة، انت خد نفسك محلات البرهان. الان انت بتعيش لك عيس، شايف براك الشعب ده بيستقبلك ليه؟ الزغارد دي ليه؟ ليه ما زمانك بيزغرطوا لك؟ ليه زمانك الشعب ما ملتف حولك؟ معناته انت الان ماشي في الطريق الصحيح، معناته الان انت ده تطلع على المجي سلمة سلمة، تبيش تبدل المجي ده، تبيش تبدله بالكراهية والبغض من الشعب السوداني عشان تكسب لك شوية بتاع عطالة والأدبارات، ما بيعمل البرهان والله ما بيعملها، مستحيل يعملها مستحيل، دي خدتها مني مستحيل. الناس ديل ما عندهم حاجة الآن غير البكا والصراخ واك واك، والبرهان ماشي جدة، والبرهان ماشي وين، والبرهان ماشي وين. أنا لو مكان البرهان بمشي لو دار أطلع ثلاثة محلات بمشيها، مشيت الثلاثة محلات ديل أنا أضمن لك يا برهان أنك تكون ماشي في الطريق الصحيح. ثلاثة لو حتى طالع عشان تنور برا، ثلاثة مناطق تمشيها أنت موجوعك، لكن أنت مش أي مكان فيه الشيطان أنا بحتبرك أنت متى، لأنه ديل ما مضمونين، ديل والله ديل بيكرهوا السودان أكثر من الشيطان، ديل في النهاية طالما أنت لقوك كده دارين فتنة. أنت الآن بتمثل الشعب السوداني وبتمثل القوات المسلحة وبتمثل سيادة الدولة السودانية ورمزها، مشيتك لأي دولة ما عندها قيمة بتقلل منها وبتقلل من شعبك، احنا عارفين انك انت ما ماشي وما دي متأكدين منها، لكن الكلام ده بنقوله عشان الناس تكون عارفة انه دي دراسة، ناس معاه ضباط بتاع الجيش عارفين بيعملوا في شنو، عارفين الآن الدولة اللي معاهم منه، والدولة اللي هانتهم منه، والدولة اللي قالت كده منه، والدولة كل حاجة معروفة معروفة، الموضوع منتهي. احتمال برهان يمشي مصر عادي شيء طبيعي، مصريين ديل واقفين والموقف بتاعهم مشرف جدا، حتى لو محصورين من الأمارات واقفين ما قصروا، ممكن يمشي تركيا ما قصرت، ما قصرت ممكن يمشي قطر، ليه يمشي قطر؟ خلاص المحور بتاع الشر ذاك عشان يكون يتقفل، قصة وانتهت للأبد، خلاص هنا الموضوع ده هنا اتمسك الثلاثة دين. أقسم بالله العظيم حتشوفوا بل يا جنجويد من الله خلقكم ما شفتوه، والله تداسوا في الشوارع، والله الشوارع دي كلها تشهد عليكم والتاريخ يسجل عليكم أنكم كنت يوم من الأيام في الخرطوم دي عبارة عن مغبرة بالنسبة لكم، لأنه دي حاجة ما دايرة، يعني مستحيل البرهان يفكر يمشي لك أثيوبيا عشان يلاقي الصعاليك دي زي ما القحاطة بقوله، مستحيل يفكر يمشي لك كينيا يمشي يلاقي الناس التفهو قالوا ما عنده حاجة وقالوا دخلوا، ما مستحيل الكلام ده، ما بيعملوا البرهان نهاية، ما بيعملوا. الآن البرهان عايش فوق في الطوب، فوق رافع نفسه فوق والشعب رافعه وقاعد يقوم يدلع
فوق عشان امشي مرمي الله القحاطي ما بيمشي للقحاطي، انت بس دي خدتها مني، حاجه بتفرح القحاطي ما بيعملوها، خدتها مني حاجه بتخلي القحاطي سعيد ما شفت الليله مش القحاطي وبرهان وعمد اديها يومين ثلاثه وبتسمع البرهان الكوس، بس يومين ثلاثه بتسمع الكلام ده البرهان الكوس يومين ثلاثه يومين ولا بعيدات، مجرد ما وصل تركيا هيقول لك برهان الكوز ومشى لاقي الكيزان، خدتها مني، مع انه البرهان ما مشى عشان كيزان، مشى عشان شغل ثاني. هيقول لك الكلام ده، هيقولوا لك، هيقولوا لك، لانهم دير دايرين يمشوه بشنو؟ زي ما عملوا لما مالك عقار عينوه، مالك عقار تم تعيينه طوالي طلعت لك الغرف القحاطيه. مالك عقار يرفض، مالك ليه؟ عشان الراي العام يخلوا مالك عقار يرفض. مالك عقار مستحيل يقبل، مالك عقار وطني، مالك ليه؟ عشان يخلوه يرفض. الان البرهان دارين يمشوه بشنو؟ بالراي العام، والراي العام ده زمانك احنا دمرناه كسرناه، الان الراي حقنا نحن، الراي حقنا نحن الشعب السوداني، الراي حقنا العام الشعب السوداني، الراي العام حقنا نحن، ما الغرف القحاطيه. فاتحين الان واشتغلتوا الغرف، يلا يلا امشوا املوا الراي انه مش كده جد، انه لا لا ما بتوجه. دي مرحلة شعبي عداها خلاص، دي المرحلة الناس انتهت منها، الناس عبرتها. كلام كن ده ما في، ده كان في الماضي زمانك زمن السواقة بالخلا، الآن ما في كلام ده، انتهى كلام ده، بقى مفهوم. المدرسة بتاعتكم دي مفهومة، الآن مطلعين الغرف والرأي العام موجهينه وين؟ البرهان ماشي جدة عشان يوقع البرهان، لا 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 ما ماشي جدة عشان يوقع السلام، ولا بيمشي وقع السلام، لانه لو وقع السلام ما بيجي داخل. انا بقول لك وانا مزول منا امام الله، يمشي جده يوقع السلام ما بيجي داخل السودان، ما بيجي داخل ولا بيلقى له قياده، لانه ده قرار بتاع جيش، برهان فردي من افراد القوات المسلحه، كلهم قرار واحد، لا تفاوض لا هدنه، ما في الكلام. حتى الهدنه اللي كانت تتعمل ولما الشعب رفضها رفضوها. ليه رفض؟ لانه الشعب ما دايره. انت كنت بتوجه وتطلع وخلاص الهدنه جايه وطلعت، دار توجه توجيه شغل بتاع مخابرات توجهه وطلعته، وبرهان اتصل والباقي الخطوات الاخيره وشبشب الملك المؤسس يطلع، وبهناك القحاط النجس يطلع، وبهناك المينو يطلع، وفي النهايه كشفناها قلنا كذب ما في هدنه. ده كل الشغل ده بتفرق وبتفرق وبتبعد الشعب من جيشه. دي مزالة بقت مكشوفة بالنسبة لنا، عشان كده الناس احنا لما نقول لك ارفع الوعي حقك ما بنقلل منك، لكن احنا دارسين القحاطي فكره اخلاقه بيفكر في شنو حيعمل كله عارفيننا. احنا لما ننصحك اقبل نصيحتنا وبيشوف بعينك. لما جيتنا المرة الفاتت ونسخت لنا من الجروبات لصق عندي في صفحتي 500 لصقة، انا لما جاني طشاش خلاص وقعوا خلاص وضافوا خلاص، وقلنا لك ما في كلام زي ده. في النهاية طلع عليك الناطق الرسمي قال لك ما في، الوفد قاعد في الخرطوم ما سافر. انت هنا مفروض تقتنع بحاجة واحدة، انه القحاطي داري يوجه شغل بتاع مخابرات، داري يوجه، داري يخلي الرأي العام يمشي في الرأي العام. الكلام ده انتهى، الآن ما في رأي عام، الآن في سودان، في نحنا، في نحنا، لا عندنا غرف بتدفعوا لنا قروش، ولا عندنا لابتوبات مدينا ليها، ولا عندنا شبكات، عندنا ضميرنا الوطني، عندنا اخلاقنا، وعندنا سوداننا قدامنا. لا طمعانين في سلطه ولا في زول بيقول لنا اعملوا وسووا، بنعمل بالحاجه اللي بنشوفها صح. عشان كده اي مؤامره بتتكسر، ديلك جداد وكميات، واحنا والله العظيم وطن معروفين بنشتغل، ما في ولا بنجاملك، والله برهان غلطان بندقه لك، غيره غلطان، ولا عندنا كبير الا الله خلقنا. لما نقول لك الكلام صدق، برهان ده دقت دقيته لا، انا ما في زول دقله في الدنيا. انا من 2019 بعد بست شهور انا بدق في البرهان ده، لما الحرب دي قامت يوم 15 حتين انا دعمت الجيش. ما في زول كان بيدق البرهان قدري انا، ولا في زول كان بيتكلم مع الجيش قدري، ما في نهايه. جيب اي زول، جيب اللايفات دي نرجع كله، ما في. انا اللايفي لازم في اليوم لازم اتكلم عن الموضوع بتاعه ده. الآن ماشيين في الطريق السليم، أول واحد داعم وأول واحد واقف وداعم للنهاية ومصدق للنهاية
ولو استمر بالطريقة دي ومشى لقدام، والله العظيم نحن في السودان ما عندنا حاجة الآن غير جيشنا، احكمنا جيشنا، يقعد جيشنا، ما دارين ديمقراطية، ما دارينها. ولا تحلم، ولو شفت داخلها في معيب آدم، لأنك أنت دار شنو؟ أنت دار تبقى وزير، لا تبقى شنو؟ أمش أول شيء طور نفسك، تعال بعد كم سنة أبقى وزير. لكن بالطريقة دي ما في زول بيبقى وزير في السودان الآن، ولا في زول بيبقى حاجة في السودان. السودان ده محتاج كفاءات وطنية مستقلة، لا القحاطي عنده له رقبة ولا الناشطين عندهم له رقبة. ده شغل بتاع ناس كفاءات وطنية عندها مشاريع في راسها، تطلب منه ينف هاكمسك طوال تاني يوم تلقى نزلوا لك واقع. عشان كده الناس تبعد من الإشاعات وتبعد وما تشغل بالها. لا برهان طلعوا أمريكان، ولا برهان طلعوا بموافقة، ولا طلعوا بطيارة. برهان طلع عديل بالباب. برهان أنا أديك حاجة كمان، الناس اللي بيقول لك في البدروم وبرهان، وين برهان ده يوميا بيطلع، كان من الغيادة دي بكاتل. الكلام ده بتعرفه بعدين، ماسي الكلام ده بعدين بتعرفه لما تطلع الفيديوهات بتعرف الكلام ده. البرهان ده كان بكاتل، البرهان ده اشطر غناص في الجيش. البرهان ده قالوا شغال غناص عديل جوا. برهان ده بيمشي بوري لابس لبس الغناصين وبيصطاد الجنجويد ديل زي التمر في الشوارع مجدعين. دي حقيقة، عشان ما نقول لك نكبر لك، دي حقيقة. ما في زول بيصطاد الجنجويد ده غير البرهان. برهان ده لما قاعد في الخرطوم بندقيته معاه، وفعلا بيطلع في لحظات وبتشوفه بعينك، لأنه كان شغال، لأنه عنده بالليل بيلبس لبس وبالنهار بيلبس لبس عنده كده معروف، الدنيا كلها عارفة الكلام ده، كلام ناس من جوا. برهان ما قاعد تحت عشان بس مسوس وضربه، لا لا، برهان شغال. فكان انا شرطي ما واضح جدا. وفي واحد تاني برضه اتصل علي، لكن ذاك انا خليه كده يوم تاني لما بعد ذاك اوصل معه لحلول ولا اي حاجه. فبرضه قال لي انت ما تجمعنا نحن كلنا كقبائل عربيه، انت زولك معروف يا وداك، وداك خشم بيته وداك قبيلته، ما تجينا هنا. طيب انا الكلام ده كله اللي داير الخصه، واول حاجه نبدا هنا تحياتنا ليه قدام ناس تكون جاهزة. أنا زي ما كلمتكم ناس الجنينة ما عندكم علاقة بيوم 17 ولا يوم 20، 24 ساعة خليك جاهز، ناس تعمل لنا شير بقدر ما تقدر، لأنه أنا ما دير أتكلم كثير، فدير أفتح الدعاوي طوالي لو في أي زول دير دعوة عشان أنا أديه دعوة. طيب نشوف نسمع هنا